السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالك how are you? You didn't attend your lesson today. We supposed to study آية number 41 from سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. السلام عليكم.